الحمد لله رب العالمين، سبحانه خلق الإنسان من علم ثم من نطفة فانتظم واتسع ثم ألهمه بما قدم له في علمه وما سبق، فمن شاء خزن ومن شاء وفق، فتبارك الله أحسن من خلق وأكرم من رزق، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قضى على عباده بالفناء وحكم لنفسه بالبقاء، فقال كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. تزود من التقوى فإنك راحل، وسارع بالخيرات في من يسارع، فما البال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. مر بجنازة على المصطفى صلى الله عليه وسلم فأثنى الناس عليها خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مر بجنازة أخرى فأثنى الناس عليها شرا، فقال صلى الله عليه وسلم وجب، فقال ابن الخطاب وما وجبت يا رسول الله؟ قال أما الجنازة الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما الجنازة الثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، من هنا من نسبة حبيب التابعة لأم الزين الزقازيق شرقية، تقيم عموم عائلات حبيب هذه الليلة القرآنية العطرة، تكريما للوالد الراحل الكريم الحاج عبد المنتصر عطوة حبيب، فباسم أبنائه الأكرمين الأستاذ محمد عبد المنتصر حبيب والحاج طارق حبيب ومعالي المستشار كمال حبيب، نيابة عنهم أتقدم بكل الشكر والتقدير لكل من حضر إلى هذا المكان ليقدم لهم واجب العزاء. الجمع الطيب الكريم في ليلة التكريم معنا في هذه الليلة القرآنية كوكبة من القراء، أولهم ذلك القارئ والقروان علم إذاعة القرآن الكريم فضيلة القارئ الشيخ عبد الله محمد عزم، ومعنا أيضا فضيلة القارئ الشيخ محمد رمزي عبد الباري، ومعنا أيضا فضيلة القارئ الشيخ نافع السيد نافع، اعتلى منصة التلاوة الآن ذلكم القارئ الهمام علم إذاعة القرآن الكريم صاحب الصوت المتميز والآداء المتميز، ذلكم القارئ الذي خشع قلبه فحسن صوته وأجر الله تعالى القرآن الكريم على شفتيه، فضيلة القارئ العلم عبد الله محمد عزم، سائلين المولى عز وجل له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، انه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل للقراءة مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فضلا من الله ونعمة فضلا من الله ونعمة فضلا من الله والله عليم حكيم واعلموا واعلموا أن فيكم رسول الله واعلموا الأمر لعنتم
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى إن الله
واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا الاسم الفسوق بعد الإيمان.
ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق
إن بعض الظن Oh,
إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله قالت الأعراب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا قل لم تؤمنوا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم
يمنون عليك أن أسلموا كلا تمنوا علي إسلامكم يمنون عليك أن أسلموا كلا تمنوا علي يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي والله بصير بما تعملون إن الله يعلم غيب السماوات
إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها
صدق الله العظيم. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها رجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. استمعنا إلى ذلكم القارئ القروان علم إذاعة القرآن الكريم فخر قراء الشرقية وسفير مصر في العالم الإسلامي وابن وزارة الأوقاف فضيلة القارئ العلم الشيخ عبد الله محمد عزب الإذاعي المعروف والمقيم بحوض الطرفة مركز الزقازيق محافظة الشرقية كبرى قصور الضيافة المتنقلة ولؤلؤة الأنوار والمصابيح الذهبية الحديثة وكبرى محطات الديزل الحديثة أولاد الحاج عطية أبو غنيمة إدارة الحاج السيد أبو غنيمة أبو نجاح مركز الزقازيق كبرى الهندسة الصوتية الدولية المتميزة وانتقال الإذاعات الخارجية بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية الحاج شوقي أبو رمضان الرياض الزقازيق شرقية وحدة الفيديو والبث المباشر مصوره لنراها كل يوم وليلة المهندس المتألق ناصر صلاح شارع وادي الزقازيق الخدمة الفندقية الممتازة أولاد الجدي إدارة أحمد الجدي أم زين الزقازيق الشرقية باسم عموم عائلات حبيب أم زين باسم الحاج طارق حبيب والأستاذ محمد عبد المنتصر والحاج وفيق حبيب ومعالي المستشار شمال حبيب نيابة عنهم أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من حضر إلى هذا المكان ليقدم واجب العزاء شكرنا لرجل الوالي العميد سمير عبد الحي حبيب شكرنا أيضا للحاج ياسر عبد الهادي رجل الوالي أستاذ محسن الدستاوي فضيلة الشيخ الشاذلي وجدي شكرنا أيضا لرجالات الواجب الحاج جودة عبد الرازق والمعلم محمود فهمي والمعلم علي فهمي معلم السيد أبو جلال شكرنا أيضا الحاج السيد عبد الرحمن والحاج رضا عبد الرحمن وشكرنا أيضا العميد محمد حبيب وشكرنا أيضا الحاج رضا عبد الرحمن والحاج أحمد هاشم ومعالي العميد علي حبيب وكل من حضر إلى هذا المكان ليقدم شكرنا أيضا لمعالي الدكتور أبو هاشم حبيب لأدائه واجب العزاء في الفقيد الراحل لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا زوجه شكرنا أيضا لمعالي المحاسب ممدوح عبارة الأستاذ أحمد الخزرجي الذي أتى إلى هذا المكان ليقدم واجب العزاء سئل الإمام الحسن المصري ما سر زهدك في الدنيا يا إمام قال أربعة أشياء علمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وعلمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت من الله وعلمت أن لقاء الله حق فأكثرت الزاد للقاء الله و
تزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب. حضر إلى مكان الأعزاء الأستاذ ناصر شحاتة نيابة عن النائب المحترم الأستاذ لطفي شحاتة لأدائه واجب العزاء. وما زلنا في ليلة التكريم لوالدنا الراحل الكريم الذي انتقل إلى جوار ربه في هذه الأيام الطيبة المباركة. فاللهم إنا نسألك يا ربنا وأنت أرحم به من الأم بولدها أن تجعل يا ربنا هذه الليلة أسعد ليالي، وأن تلقنه حجته، وأن تفسح له يا رب في قبره من بصره، وأن تحشره يا رب مع الشهداء والصالحين والصادقين وحسن أولئك رفيقا، وأن تسقيه من يد المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا إلى أن نلقاه على لا إله إلا الله محمد رسول الله.